من الجارة الجزائر طبعاً، قلت إنك ديما تجي لتونس، أعطينا الأجواء، كيفاش الأجواء في تونس؟ علاش ديما تجي لتونس؟ والله هي الأجواء في تونس مليحة، مليحة برشا كما تقولوا بالتونسية. السياحة عندكم مقومات سياحية، ربما تونس معروفة بالسياحة، احنا في الجزائر ما زال شوية يعني في تطور، في تطور. مشينا للسوسة، مشينا للحمامات، درك رانا في العاصمة وإن شاء الله ندخل الجزائر من هنا. قداش عندكم توا ملي عندنا 9 أيام. 9 أيام. والله تونس باهية، تونس عندي 10 مرات ولا أكثر من 10 مرات نجي لتونس، نلقى فيها راحتي، نلقى فيها السيكوريتي، نلقى فيها الأمان، نلقى فيها كل شيء، كل ضروريات كاينة متاحة متوفرة. الحمد لله يعني الأجواء باهية، حتى الصيف مازال يعني رحنا للبحر استمتعنا بالبيسين، استمتعنا بالتوبوغان كل شيء. دونك سؤال ديما نسألوه للإخوة الجزائريين فيما يتعلق بالمعيشة في تونس، الأسعار في تونس كيفاش تراها؟ يعني فما شكون يقول لك لا بارابور غالي، فما شكون يقول لك لا نحسها نورمال عادي. تونس جيتها أول مرة في 2009 والآن يعني توا قبل الثورة جيت وقت بن علي ربي يرحمه، توفى الله يرحمه، وجيت توا يعني تبدلت الأسعار أكيد، خاصة بعد كورونا أزمة العالمية يعني مست كل دول العالم، وتأثرت باقتصاديات كل دول بالأزمة كورونا. مقارنة بالجزائر يعني توا يعني احنا المعيشة عندنا رخيصة شوية على عندكم. نضرب مثال بالقهوة، يعني مواطن بسيط يشرب القهوة، القهوة احنا في الجزائر ب 55 دينار جزائري، يعني هنا اقل من دينار، واحدة 800 مليم. بار كونتر هنا في تونس ربما القهوة بدينار و 2003 و 2005 وقيسي على المواد الأخرى، يعني كل شيء حتى في الخبز، احنا في الجزائر عن الخبز والحليب مدعمين يعني، والمواد الأساسية والزيت والسكر، مين نلقاو راحتنا احنا هنا الجزائريين. بالنسبه للاكلات التونسيه اليوم، فما فرق بين الاكلات التونسيه الجزائري والجزائريه والا ما ثماش فرق كبير؟ يعني تقريبا نفس لي بلا، حتى احنا ناكلوا في الفاست فود بزاف، يعني الاكل السريع، الاكل السريع، المقلوب، التاكوس، البيتزا يعني نفس المأكولات، ولكن ثم لي زيبيس ممكن نستعملوهم مش كيف كيف. فما زاد الحار لهنا، معناتها بعض الإخوة الجزائريين يقولنا ماكلتكم تستهلكوا الحار برشا. تستهلكوا الحار برشا، أنا مرة غلطت في البلابي قال لي زيد لك حار، قلت زود لي حار. ما نجمش نزيد عضة واحدة ثانية ما نجمش. جيت انت والعائله؟ ايه جيت انا والعائله، 3 صغيرات والزوجه. ان شاء الله سي بون، تفرهدتوا عملتوا جو؟ والله الحمد لله، والله عجبهم العائله، عجبهم عجبتهم اكيد، حتى الصغيرات يعني فرحانين وعجبتهم الاجواء الحمد لله. من الجاره ليبيا قلت اول مره تجي تونس؟ لا نجي تونس قداش مره. ديما تجي تونس مش اول مره؟ ايوه تجي تونس في اطار سياحه والا ثم حاجه تخص سياحه ومرات علاج؟ ايوه. أعطينا شنو رأيك؟ تونس حلوة ومزيانة ومحلاها. شنو الحاجات اللي تعجبك في تونس؟ شنو هي أكثر حاجات بلايس تعجبك في تونس؟ بلايس؟ إيه نحب الحمامات ونحب نابل والمهدية ونحب العاصمة، حال قلواد، المرسى، كلها كويس. إيه. اليوم خلينا نحكيو معناتها بحكم العلاقات بين تونس وليبيا، فما فرق في العادات والتقاليد؟ فرق كبير ولا كمام نشبه بعضنا برشا؟ لا نشبه بعضنا وناس كويسة زي ليبيا زي تونس، كلهم ناس كيف. وعندي هلبا أصحابي من تونس يجوا يخدموا معاي غادي في ليبيا والأمور مية مية، يعني العلاقات الحمد لله. عندي أصحابي من القروان، عندي أصحابي من قفصة، عندي أصحابي من كل تونس، ناس كويسين وناس مزيانين وناس متاعين عشرة وناس باهية، لكن الباي والخايب هذا في كل مكان. ايوه سينو، فما اكلات خاصه بتونس تعجبك؟ معناتها تعجبك اكلات تونس؟ ثم حاجات خاصه هيك الاكله التونسيه كلها نحب كلها كل بعضها. ايه تسطيره، الهرقمه، العقد، كل كمش غادي في ليبيا ما نحبش منهم ولا فما قريب ولا نفكروا نديروا مطعم غادي هيك اكلات تونسيه. ايوه معناتها ويحبوها الليبيين، الاخوة الليبيين يحبوا الليبيين يحبوا الماكلة التونسية. ايوه.
سينو وانت تتنقل في البلايس معناتها في تونس بصفه عامه فما امان تتنقل بكل حريه مرتاح؟ ايوه لا 100% مرتاح ونتنقل والحمد لله لا باس. يعني ما فما حتى قلق واخذ حريتك كانك في بلادك؟ لا الحمد لله 100%، كنا بلادي بلادنا الثانيه وكنا هو الشعب الليبي ينسجم مع الشعب التونسي. أنا نفضل تونس على أي بلاد تانية. أنا سافرت نص البلدان العربية. باش نسألك في الإطار هذه دونك سافرت برشا معناتها بعض البلدان العربية، شنو هي خصوصيات تونس؟ معناتها باش هي تتميز تونس بارابور؟ الحرية. ناس منظمين، إحنا نجو كيف نقول لك؟ إحنا نجو هيك زوار وناخذ حريتنا والحمد لله أمور باهية 100%. من بعد في العام قداش تجي من مرة؟ والله مرات 4-5 مرات حسب الظروف هذيك، حسب الميزانية. كان الميزانية مفتوحة نجو حتى 100 مرة عادي. واحنا نحكيو على الميزانية نحكيو على الجانب المادي، اليوم المعيشة في تونس أنت كيفاش تراها؟ غالية مش غالية الأسعار؟ هي المعيشة في تونس عادية بالنسبة لي، احنا عادية، أما احنا سعر الصرف الفرق العملة هو اللي يفرق معنا احنا، فهمتي؟ لكن تونس نحسوا فيها عادية باش. عادية ما فهمتش. أيوة.